بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. كبرى تحواتين حتين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنه الحمد لله توفيقنا رب سبحانه وتعالى تي أستمهرو جميرنا يزلنا تنتاني نايتن أربعة مسرتات شرح القواعد الأربعة نزبل زحلفة جميرنا نيرنا قال سلسته اربعه كفل زخور رينا حج دماني ان شاء الله نتحستو كنقصل هنا مالتيو. طبعا ابتي مبغسي وي مؤتوي نايت كتابينا زلنا مخنياتو اتي مؤلف نزه كتاب زي زالفو مالتيوم. مجمريا بسم الله الرحمن الرحيم لو جميرو كالي بزح مقدمات وين اي جبرنيلنا نايزي حكماناتو انتاي مخانو ابتزحالفة كليتنا يوم عالتيو كومو دما ودسب كل قزي نابرب سبحانه وتعالى تدرع كقبر نابرب سبحانه وتعالى كلم من سلزلو كل قزي ازي مؤلف كمتي ابت كتاب قداماي قليتنا زودعنا يو الأصول الثلاثة مبقسيناتو بدعاء دي جمرو مالتيو. امو أبزا كتاب زي أدماني أبزا القواعد الأربعة تبل عبيز وخونة كل جزئين بزع عينة زد وعخن جبر كم زلنان بمبال النتي أب مقدمة زجبر دعاء نوعين عادة تنزلنا مالتيو. أبتز حلفة انتايلو جميرو أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة وأن يجعلك مباركا أينما كنت تبل بأجمير مالتيو. مالت رب سبحانه وتعالى التكريم زخنة صاحب العرش العظيم نسو أب كل خنتات دقافي خان حقازي خان يخونك كومو دماني أبزها اللي خادماني رب العالمين مباركي قبركا إلو دعاء عبيز خنة دعاء جميرو مالتيو. بدحر إيوين انتايلو وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر زي أحنتي عباي دعايا إن شاء الله تنتاني أهن رأينا وإذا ابتلي صبر رب سبحانه وتعالى كابتم إذا أعطي شكر بلقسي مسحابهم نعمة مسحابهم ششاي مسحابهم رب سبحانه وتعالى دمسكنو ربي كاباتهم يكبر كايلو. وإذا ابتلي صبر الدنيا كل جزية يعني طعم ترى حيكونن تجمعات هاللو حمام هاللو شجر هاللو معات هاللمو أبزي جزية زي أبزور الدماني كابتم صبر زقبرو ربي يكبر كايلو إزوين تنتاني أخر ينام على تيو كومو دماني. وإذا أذنب استغفر ودسبوين كاب زنبي عدي أيو علنيو أمو زنبي أبز قبر كالو واندما استغفار كابز قبر سبات كاباتهم يقبر كايلو دحرين تايلو عبي زربات زاربو فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة يلو إذن سلست قدات زيات تواهيبهم دمسقنو شقر مسوردهم صبر زقبرو زنبي قيرهم استغفار زقبرو سبات زيات ملكت نيرحستيني بالمالتيو. مبارح جي إزي عبيز خوان الدعاء إزي تنتاني أكرر يوم مالتي مجمري أن تايلو وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر رب سبحانه وتعالى كابتم مستوهابو دمسكنو إقبرك هايلو. لأن الإنسان يتقلب في هذه الحياة بين هذه الأمور مغنياتو والدسب أبتات وهبات تزلنا عدم رب سبحانه وتعالى هبوزلو تنواح تحتر عقم أدم مسبزحه كابزي أتني وتسئنيه نعمة ومصيبة وذنب إزي أتنين مالتين وي أبشي شيء أبراه وقت نبريخة وي دماني تسأجماتين شجراتين كجات مكايو وي دماني أبزن بختود خمالتيو. أمو نعمة مستوهابو كابتم دمسقنو يكبركا قبل كله والنعمة نعمة خبهال كله رزق خبهال كله ششاي خبهالن كله تشمل الطاعة أيضا
نتي تزازات نيربي تختل انت دا اخوين كا طاعة الله انت دا لك اخوينو ازي حادة كابتن نعمة ايو بل ان نعمة الايمان والطاعة لله اعظم من نعم الدنيوية اكواد نرب سبحانه وتعالى مؤزوز كتكون تزاز نيربي سبحانه وتعالى زازوزو كتفتسم كابتز خلقلو كتكلكل ازي ودسب زعدولو عبي وهبتون يا الدنيا ازي ايو كابتز عبيوين يلن وعلى المسلم الشكر إذا هذه النعمة مبأري كم زعينة زي نعمة انت داهيبك رب سبحانه وتعالى كتمسقني زلك بفلاي نعمة نايدين انت داهيبك مالتيو والصبر عند المصيبة اقام كقاتمك خلو شقر كقاتمك خلو دماني صبرك تقبر لك والتوبة والاستغفار عند اغتراف الذنوب زنبي ابتقبر له دماني ابزقزيزي استغفار مقبار مالتيو والله سبحانه وتعالى بزعبازي املكتو زنبي قيروم استغفار زقبرو بزعبو ربنا عز وجل بسورة العمران مبل 235 آيان تايبل والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله مبقاري حادة زنبخ قبر خلو نفسهم كعمت خلو هو زنبز قبر سب نفسي إذا عمت أمو عب زنبي مسودق ذكروا الله بقصبة ربهم ذكرهم فاستغفروا لذنوبهم ناب استغفار يا رب محارنا تقاقنا إنا إلهم ناب رب سبحانه وتعالى زملسوا إلو رب سبحانه وتعالى نيدوهم ومن يغفر الذنوب إلا الله زنبي عبرنا زنبن دم حركة بجك الله سبحانه وتعالى من الله ولذلك ودسب ويبفل يا سلامي كونتاتو عبزن سلسة زيئات النطق سندلنا النعمة والابتلاء والذنب نبلنزلنا بفل يدماني نعمة وهابة كان كله ويدماني شقر كمتس كان كله بزعبازي نبينا محمد عليه الصلاة والسلام في رواية مسلم من حديث صهيب الرومي رضي الله عنه انتهي لهم النبي عليه الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن لهم زقرميو كونتات ناي اسلامي كونتات ناي مؤمن سني ناي زامان سبسي بتحمل زقرمي يبلو النبي عليه الصلاه والسلام ان امره كله خير ناي مؤمن نجر ناي اسلامي نجر سني كل كونتات تداري خايو اب صقمن ابراهوان اب كل سي خير الى النبي عليه الصلاه والسلام وليس ذاك لاحد الا للمؤمن اذا عينت زدما بجك امان زخونت زي كوينو كالي زعدلو رزقي كالي زعدلو وهبتو ايكونن ابلو النبي عليه الصلاه والسلام انت تزغرم الى النبي عليه الصلاه والسلام ان اصابته سرا شكر رزقي ديو نعمة ديو رب سبحانه وتعالى اللي كابتلك سناتو عدينو علينا كل زي شياتناتو مسانا يزلو أمو إن أصابته سرا شكر رب سبحانه وتعالى دمسجين إلو ما النبي عليه الصلاة والسلام فكان خيرا له رزق متيكا نعمة متيكا طعنا متيكا نعمة الإيمان نعمة الإسلام توهيبكا نرب سبحانه وتعالى مسمسجن كايو إذا حج انتي تخون الله مالتي رزق توهيبكا مليس كارماني أمسغاني تباهل كارماني تتصحف الله أبتي ناي حسناتكا يمزقبل كمالتي وإن أصابته ضراء صبري لهم تقام توردو دماني أسلاما يو آمانا يو مؤمن يو تقام توردو دماني صبر صبري قبر تعقستي قبر كل نقر كابرب سبحانه وتعالى إبل فكان خيرا له نايزا تعقست زقبر آدماني هو شقرن تقامن تعابن وكو انت موتو بسنك صبر مقبارو كل نيربي الحمد لله بمبالو دماني حج أبت ميزان حسناته دماني يزحف له بزي قدائزي إبلو النبي عليه الصلاة والسلام قدائنا أسلامي قدائنا مؤمن سني زقرميو إبلو مالتهم ولذلك مبقاري إذا مؤلف كابزا عينة زيئو وسيد وزلو مسقانا زقبرو نعمة مستوهابهم سبري زقبرو مشقر مسوردهم كابعتهم ربي إقبرك إلو ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا لذلك ولذلك أسلامي كل لا جزيء
أمسغانا يكون دلو مالتيو نعمة ربي كابزوجح بل كابتولد بل أكبد ديها خلخا ششاي ربي كل جزي مسانا يزلو مالتيو يقتصل يزلو مالتيو ولذلك انت تكون لك أمسغانا تكون لك ربنا عز وجل بسورة الزمر مبل سوسان شدشتن آيان تايلو بل الله فاعبد وكن من الشاكرين يعني رب سبحانه وتعالى زملكو زغزؤو حراي لهم عبادانا رب زفتصمون كومود ماني كابتم شاكرين كوني خائب ربنا عز وجل انتخونقن امسقنتي وحدات يوم تي ششاينا ربي بزوحيو نخلو يزبط حزولو نزي نعماتات هزي تواهيب مزولو نايتعنا قداي ديو ناي إيمان قداي ديو ناي ولاد قداي ديو كل زي تواهيبون كله دمسقن وحديو ولذلك ربنا عز وجل أب سورة سبع انتايلو وقليل من عبادي الشكور إلو وحديو كابتن باروت ناتي وحدات يوم دمسقنو إلو مالتيو إذن أمسقاني إخاك تكون زلكا مالتيو وإذا ابتلي يعني مصيبة متسك خلو شجرك متسك خلو بمصيبة صبر وحبس لسانه وجوارحه عن فعل ما لا يحل سجمك ورد كان كله ملحس كايخون بأكل كايخون حماء نجرات كتفتسم يبل كان مالتيو ولذلك ربنا عز وجل بزعبازي عمل كتو بسورة البقرة شجرك وردم كله معدك وردم كله تسببك وردم كله تم عملت زخانو انت امزبلو انت رأيلك ربنا عز وجل كم زيلو قليزوهم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون شجر تقم كوردو من كل سنة انت يبلو مالتهم إنا لله وإنا إليه راجعون يبلو نايزي كم زي بمبالهم دماني ربنا عز وجل تايلو أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إذا أتهم نبتقون من قد زي تحبروا سبات قنوع من قد تحازو إذا أتهم مخنياتو إذا عباي قال زي يعني عبي معنا زلواء بمبالهم إنا لله وإنا إليه راجعون رب سبحانه وتعالى أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة إلو مالتيو هذه الكلمة زي أزربازي زي إنا لله وإنا إليه راجعون النبلاء عبقزية أقاماتنا وما أطيبها من كلمة عبيت عمتزخ نزربا جامعة مانعة تجمع بين السهولة والقوة سهولة في لفظها لكن قوية في معناها ما أما الحاسكة فخص زبالتيا انت خونيقين عبيز خوني حيال خوني معنى ترقم ده حزتي ازي إنا لله وإنا إليه راجع انتو المالتيو مخنياتو قوة المعنى اللواء نبلاد لنا بين العبودية والعز أمونغو بارنت ناتكان كومودماني كبرت بكا ويدماني تتعزز بالله ربي علني الكبر رب سبحانه وتعالى تخرع العبودية المخلوق للخالق نحنا باروتينا كإلت يبلنان حانت نقر كنقبرين خلنا ناتكائنا يا رب دبل معنا دحازت يا مالتيو مالت بحاد وقنوين ببارنتكا متئممان زلوا السخاب باريان يا رب خدكوون مؤزوزنا يا رب خدكوون عبي نجاريو سلازم بقري نزي ترقاقز الكامالتي وعزة المخلوق بخالقه بقوي تخادماني ممكحن تخور علون مالتي نحنا ناتكاينا نبخاينا نملس تقا من تورد النوين نبترحما ناتكاينا كلاتنا تملستي زلوا معنى مالتي ولذلك تقوى بها السحرة الذين آمنوا برب موسى وهارون على فرعون لما هددهم بتقطيع أيديهم وأرجلهم وسلبهم فرعون نمنتي أمينكم ويلو نوتوم سحرز قبرز نبورو معجزان أي سيدنا موسى مصر أيو انبقار بربنا أي موسى نهارون أميننا ألنا مسولو بولو كاب آمنكم سني كمزخ قبركم يلو إدكم كغرص أكم يقرهم كغرص أكم كنتلتلكم يلو بزح مسفارا روحهم بزاك قال زيان نبرب سبحانه وتعالى ويدماني
كرعته ماريوم مالتيوم انت إلهم قالوا إن إلى ربنا منقلبون إلهم انت أخذت هدد النازل لها انت أخذت قبر إلهم تبدل كانكو زقبر كان تقبر كاكو هوتنا ونكحلفكم ينتبل كان نام من دينا خنملس إلهم زي أب سورة الأعراف قالوا إن إلى ربنا منقلبون إلهم أب سورة الشعراء دم رب سبحانه وتعالى انت إلهم قلتهم قالوا لا ضير إن إلى ربنا منقلبون نحنا نب رب سبحانه وتعالى تملستينا لا ضرر علينا فيما يلحقنا من عقاب الدنيا أبو الدنيا كقطعكم كم زخبلكم يتبلنا زل خاسني إذا والحان تتقم يبلون إنا راجعون إلى ربنا فيعطينا النعيم المقيم تي زيك وارز زخون مودعتها زي بلون نعمة نابوينا كون كيد إلهم نب ربهم سبحانه وتعالى خم دملسو بزي نفسهم أتصنعهم بربهم دماني كوري عمالتهم إنا إلى ربنا لمنقلبون بمعنى إنا لله وإنا إليه راجعون دحزي مالتهم. إذن هذه الكلمة إنها تخاطب المصاب ألا تحزن فأنت ملك لله سبحانه. إذا قال زي أنت دحزتي أنت رأيك نتي حزن وريدو كادلو أجوخا أي تحزني خا بزو حيث الشجر خا انسخا كوني من وانخا الله سبحانه وتعالى وانخا وألا تتشائم فأنت قادم على الله سبحانه وتعالى بزوح كمزخويني الكا أي تنسرسري خا حماقوين أي تفالو إخا مغنياتو نسخا نبترحيم زخوانو قويت أخا تخيد الخمالتو ومن فقدت فهو ملك لله وقادم إليه كمود ماني اتكبخات فليو كادلو ازي احزينو كازلو نبرت ديو سب ديو تريد ديو ازي كبخات فليو كازلو سني كلو نامن يزم اللس مويتو كاتو خوينو بيت سبكا ناب رب سبحانه وتعالى يحالفو زلو نسخاد ماني كتركب خمالتي وألا تستسلم وألا تقعد عن العمل ندحريت مبالي بالكان زي حالف حالفو اللو ناب ربي يخيد دلو نسخاد ماني حجي تجيك سرحن نقدمي تكتب لي نزل كامبر حزين كخوف كتب لي بالكان إذا قال زيا عبي معنا زلواء مالتيو إنا لله وإنا إليه راجعون كتب الكلخة إنها اعتراف وإقرار من المصاب بأنه وما أصيب فيه وما فقده من مال أو أهل أو نحوه كل شيء حولك كل ذلك لله سبحانه وتعالى كل سينكاي زلخة نبرديو بيتسب ديو تريد كاديو كل وانو نيربي نسخاوين نقزار اسخا وانخا رب سبحانه وتعالى ايو وما دام الامر كذلك انت دا خمز خوينو دمان تخونتات اننا وما نملك وما نحب وما نجمع ملك لله كلهم بقاري زن اكبون زن سرحون زن سعرون زن ابلو دلنا نيربي سبحانه وتعالى ايو فلترد النفس ولتطمئن الروح نفسخا الرقاقي اخا روح كاوين ويدمان نفس خادماني أقسن أخا مالتيو مخنياتو كلاتنا نيربي سبحانه وتعالى إنا مالتيو سلزي اتوم ميتومنا زلو اتوم حاليفهم اتوم كابانا تفليم زلو قدمومنا ام كيدم دلو نحنا دماني وإنا إليه راجعون ناب أمينا دد حري أمينا خن كيد ناب رب سبحانه وتعالى إنا كن من لس مالتيو ولذلك سيدنا إبراهيم انتايلهم الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين مالت نسيء خلقني نسيء هداهبني والذي هو يطعمني ويسقين كومدماني نسيء مقبي زهبنن كومدماني كل ششاتي زهبنن مسبلي أما جرشان تايلو وإذا مرضت فهو يشفين تحممكم النسيء زفوسني كابناتون العلي فوسي اللن والذي يميتني ثم يحيين ميت دماني ناب يدملس إلهم مالتهم سلازم بأري شجرك وردك خلو سببك وردك كان كله ناب رب سبحانه وتعالى خا كتملس ذلك مالتيو ونسأل الله عز وجل التوفيق والسداد وصلى الله وسلم على نبينا محمد.